والنهارده مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب عمل عقود احترافيه ل 11 لاعب من مختلف الاعمار السنيه لفرق طبعا قطاع الناشئين لكره القدم بالقلعه البيضاء، وده ضمن سياسه مجلس اداره النادي بالحفاظ على العناصر المميزه بقطاع طبعا الناشئين داخل النادي. وتم ابرام عقود لكل من محمود اشرف فاروق حارس مرمى مواليد 2004، حسام عاشور جناح هجومي، واحمد حسن جناح هجومي، وهشام ابياء وسط ملعب، وخالد السيد مدافع مواليد 2007، محمد فرج ظهير ايمن، ومحمد احمد حمد جناح هجومي، ومحمد ايهاب حارس مرمى، وعمر عبد العزيز حارس مرمى مواليد 2008، احمد ابراهيم راس حربه، ومحمد اسامه وسط ملعب مواليد 2009. عايزين برضو يا جماعه نقول لكم ان تم عمل عقود لمده 3 سنوات باستثناء حارس مرمى 2004 لمده 5 سنوات. طبعا نادي الزمالك سبق وعمل عقود احترافيه ل 18 لاعب من مواليد 2005 و2006.